اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلب، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده باذن الله كده كتير جدا من حضراتكم طلب مني، عاوزين تعرفوا شكل العجيره عامله ازاي او العجيره اللي احنا بنطبخها للبط دي يا جماعه بعد ما اتطبخت. بس ان شاء الله هوريها لكم دلوقتي شكلها عامل زي شايفين. طبعا كلها كسر رز وذره وكمان نسبه من العليق او نسبه من الرده، جميله جدا ومغذيه للبط، وممكن كمان تستقبل عليها البط من اول يوم. تعالوا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الفيديو بتاعنا النهارده. جميل جدا جدا جدا، وحشتوني اغلى ناس في الدنيا. تعالوا مع بعض كده. عاوز اقول لك لو انت اول مره تشوفي القناه يا ريت تنزلي تشتركي فيها وتفعلي الجرس، وما تنسيش تحطي لايك للفيديو، كدعم منك للقناه يكون جزاك الله كل خير. طبعا كتير جدا مننا بيحاول بقدر الامكان ان هو يخفف من زياده الاعلاف، تمام؟ طبعا زياده الاعلاف يا جماعه بتعمل زفاره اصلا في البط، يعني بتلاقي البط كده لما بتيجي تذبحيه بتلاقي كده ايه، في يعني زي زفاره كده، تمام؟ كتير جدا من اللي بيربوا البط بالاعلاف بييجوا كده على اخر شهر او مثلا قبل مثلا الذبح بتاعه كده بشهر ونص ولا حاجه، بتلاقيهم كده بداوا ان هم ياكلوا بواقي اكل بيت عيش، ان هم يغيروا الطعم بتاع البط بتاعنا. طب ايه رايك ان احنا نغير الطعم بتاعنا من بعد الشهرين ونخليه بط سوداني كده زي بالظبط كده زي البط البلدي او البط السوداني بتاعنا اللي هو ما فيش اطعم منه اصلا، تمام كده؟ طيب تعالوا نبص كده على بعض زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، انا عندي هنا النوتي عند الدكوره ما شاء الله، عندي بطي خليط مسكوفي، عندي مسكوفي صافي، عندي بلدي ما شاء الله، كل البط عندي ما شاء الله بياكل نفس الخلطه، جميله جدا. ما فيش الا الفراخ عملت لها الخلطه دي، والخلطه دي انا نزلتها لكم من كام يوم ما شاء الله، جميله جدا لانتاج البيض وكمان للتسمين. يعني لو انت حتى هتستعمليها للبط كتسمين فهي جميله جدا جدا، هتسمن معاك البط وتخلي البط يشيل معاكي اعلى اوزان في خلال شهر او شهرين ما شاء الله، اللهم بارك. الخلطة بتاعتنا مكونة من غلة وعلف 21% وعليها نسبة ذرة وعليها نسبة علف بياض ونسبة من الردة ونسبة من كسر الرز، حاجة كده بصوا من الآخر، يعني زي ما بيقولوا كده حاجة من الآخر، جميلة جدا جدا الخلطة دي يا جماعة وموفرة. تقدري ان انت تشتريها كخلطة جاهزة وتقدري ان انت تعمليها على ايدك. انا هنا عاملاها وشارية المكونات بتاعتها تلاتات كده على قد الفراغ بتاعتي كده لغاية لما اجي من السفر ان شاء الله. هنا زي ما انتوا شايفين برضو عليها كسر فول، اهو شايفين طبعا ما شاء الله جايبة برضو تلاتة كسر فول عليها، بس كانت اغلى حاجة فيها بصراحة كان الكسر الفول، اني كان ب26 جنيه الكيلو، تمام. وجبت هنا شكارة من العلف 21% زي ما انتوا عارفين طبعا لدورة الفراخ بتاعتنا البيضة ما شاء الله، مستنيين بس الاوزان بتاعتها تتقل شوية كمان ان شاء الله. النهاردة الاسبوع ده باذن الله اخر اسبوع ليها وهننزل دورة تانية باذن الله، بس هرجع من السفر باذن الله كده، وان شاء الله كده هتلاقونا بدأنا نرجع تاني. ادعولي كده وادعوا الوالد كده ان ربنا يا رب كده يقومه بالسلامة كده ويبقى كويس ومحصلش ليه اي ضرر باذن الله. هنا زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، خلطاتنا جميلة جدا، بنحاول بقدر الامكان. ديت العجيره زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ديت كسر الرز اهي يا جماعه خلاص، وعليها نسبه من الذره ونسبه كمان، يعني عاوز اقول لكم فيها كمان نسبه من الشعير. كان في حد قال لي ينفع نجيب الشعير ونطحنه؟ اه ينفع تطحن الشعير، بيبقى جميل جدا وفي نسبه بروتين وفي كمان نسبه نشويات جميله جدا للبط وللفراخ، يعني عشان لو انت هتاكلي البط والفراخ منها وهو صغير مفيش منها اي مشكله، جميله جدا جدا جدا. دي يا جماعه الخلطه هي دي العجيره قبل ما تتطبخ. طيب العجيره دي مش هاد ينفع نعملها ناكل منها البط كده؟ اه ينفع تاكلي منها البط كده بالعيش بتاعنا العادي. هتجيب شويه عيش هتبسيهم بشويه ميه، هتحط عليها نص كيلو او كيلو حسب كميه البط اللي موجوده عندك، وهتقلبي كله في بعضه، وهتبداي ان انت تقدمي للبط دوت. لو انت ما انتش عاوزه تاكلي كتير او ما انتش عاوزه تصرفي كتير او ما انتش عاوزه بمعنى اصح ان انت تستهلكي خلطات واعلاف كتير، تمام كده، هتاكليها على الناشف. دي هتقعد في حصله الطائر او في حصله البط فتره طويله جدا من 5 لـ6 ساعات. طيب لو احنا قدمناها زي ما انا ما بقدمها هنا كده مسلوقه، لا هي هنا تتهضم بسرعه، يعني انا هنا بقدم وجبتين، في غيري بيقدم وجبه ثانيه في ميعاد محدد، كل واحد مننا ليه طريقه تختلف في تربيه الطيور بتاعته، في حد تاني ممكن يربي على اعلاف، تمام.
طبعا عادي ما فيش اي مشكله. حابه ان انت تربي على اعلاف وعاوزه تحطي نسبه علف، ما فيش اي مشكله، حطي نسبه العلف اللي انت عاوزه تحطيها واشتغلي عادي، ما فيش اي مشكله. بس هي الخلطه بتاعتنا جميله جدا جدا لكل الناس اللي هي طلبت مني، احنا عاوزين نشوف الخلطه دي مشاهد وراها لنا. طبعا كل دولت ناس معايا واخواتي جداد على القناه، طبعا ما كانوش شافوها معايا قبل كده، انما كل اخواتي وحبايبي اللي معايا على القناه من زمان فهم عارفينها. طبعا ناس كتير جدا جابتها وناس كتير جدا طبعا اشتغلت بيها ما شاء الله، وكانت بتعملها على السمك وعلى بواقي اكل البيت ما شاء الله، وبتربي بيها البط من ابسط ما يكون. عاوز اقول لكم يا جماعه ان العجيره دي انا استقبلت عليها بط من عمر يوم، يعني عاوز اقول لكم لمده تقريبا 25 يوم علشان اثبت لحضراتكم ازاي العجيره دي بتكبر البط زي العلف بالظبط. جميله جدا، نسبه النشويات اللي فيها كويسه جدا، فيها نسبه بروتين، يعني حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. لانه طبعا عاوز اقول لكم لما انت بتيجي تستقبلي البط وهو لسه صغير عليها، بتبقى انت بتسلقيه كده، يعني بتحاولي ان انت تفلفليه شويه، ما بيبقاش معجن، يعني ما تخلوش عجينه كده في بعض عشان يعرف ياكل، لا خليه مفلفل كده، وابداي ان انت اكلي منها الطيور بتاعتك جميله جدا جدا جدا. تمام، هنا طبعا عاوزه اقول لكم ان انا هنا كنت عاملاها، كنت حط عليها بواقي سمك، وكنت حط عليها كمان كان في عندي بيض رومي. طبعا انتوا عارفين ان الرومي اللي عندي ما فيش فيه البيض بتاعه، ما فيش فيه تخصيب. فانا طبعا اخدت البيض ده سلقته وحطيته مع الاكل بتاع البط كده ما شاء الله، برضه هيديهم نسبه بروتين، هيديهم نسبه كالسيوم برضه عليه، هيعلي معايا القيمه الغذائيه بتاعت الاكل بتاعي. تمام كده. طيب لو احنا مناش عاوزين نشتغل بعلاف خالص، ومناش عاوزين ان احنا نجيب اي حاجه مكلفه، هقول لك حاجه، انت هتجيبي كيلو عدس، كيلو العدس ده بكام؟ تقريبا ب60 جنيه، هتاخدي كل يوم منه كبشه واحده، يعني انت لو جبت ب60 جنيه يعني كيلو واحد بس هيقعدك اسبوع كامل تدي للبط نسبه بروتين عاليه جدا جدا، قيمه غذائيه على اي حاجه انت هتحطيها، ايا كان نوع الاكل اللي انت هتحطيه للبط او للفراخ بتاعتك. تمام، خلينا كده متفقين ان العدس الاصفر، العدس ابو جبه دي من الحاجات الكويسه جدا للبط، لو انت هتسلقيها وهتحطها لهم كده حبات، مش هقول لك حطي مثلا نصاص او ارباع، او في حد يدخل يقول لي احنا بناكلهم بالعافيه، او ان احنا بنحط مناش لاقيين الاكل او الكلام ده. يا جماعه البط عشان تاكليه بيبقى عاوز نسبه بروتين ونسبه طاقه، يا توفري نسبه البروتين يا توفري نسبه الطاقه، والاثنين اصلا بيبقوا موجودين في العلف. بس العلف طبعا مش اغلبيه الناس طبعا مش هتقدر ان هي تشتري، او ممكن تشتري اول شهر وما تقدرش تجيبه بعد كده، يبقى في بدائل كتيره جدا للعلف، او من اول حاجه منها البقوليات عندك، تاني حاجه الاسماك، تالت حاجه الخضروات، مهمه جدا 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 للبط، الخس، الجرجير، الكرات، البصل الاخضر، الحاجات دي كلها كويسه جدا. اللي برسيم فيه نسبه بروتين عاليه